الحمد لله الذي أكرمنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي من علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي أنار عقولنا بدين يضبط لنا الحياة وينتهي بنا إلى دار الرضوان. أوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأنصحكم بالالتجاء إلى الكريم الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهو غني عنا ويقول: ألا من مستغفر فأغفر له، اللهم إنا مستغفرون فاغفر لنا يا رب، ألا من مسترحم فأرحمه، ألا من مستفرج فأفرج عنه، ألا كذا ألا كذا. يا رب بذلنا وانكسارنا، بذلنا وتقصيرنا قد انكسرت قلوبنا بين يديك، وزادت الظلمات حولنا، وزاد الغدر فينا، وتكالبت الأمم علينا من كل جانب، حتى أصبحنا نرى أنفسنا غثاء كغثاء السيل لا يلتفت إليه ولا يستكان له، ولا ينظر أحد لضرائه، بل يتلذذ الشذاذ بإيذائه. رباه إن السيل قد بلغ الزبا، والأمر في كاف لديك ونوني، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة يقطيني. رباه إنا كلنا في كربة، رباه إنا كلنا ذنوني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا، من قدم الغالي والنفيس وجادت نفسه بالنفيس والرخيص، ففقد المال وفقد البيت وهجر من الوطن وفقد الصاحب وفقد الناصر، وماتت زوجه وفقد ولده، وفجع بعمه أسد الله، وقتل أصحابه من حوله، وأخرج من داره. ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح في هذا اللقاء: هل هذا الحال يدوم؟ هل الظلام يبقى؟ هل الظلم يستمر؟ هل الحلك تبقى مدى الحياة؟ مهما طال الليل فلا بد أن يطلع الفجر، ومهما تمادت الظلمات فلا بد أن تنقسم، وكذلك أخذ ربك. إذا أراد الله تعالى بقرية بطرت معيشتها واستفحلت وزاد الظلم والطغيان، أخذها الله أخذة واحدة: إن الله ليملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت.
تأخذ عرضا تاريخيا من لدن سيدنا آدم وأبنائه لما قتل أحدهما الآخر. وامشي بهذه المسيرة إلى نبي الله إبراهيم لما ألقوه قومه في النار بعد أن عذب، بعد أن اضطهد، بعد أن أجمعوا على قتله، لكن الله تعالى علمنا درسا في نصف سطر في القرآن الكريم: والعاقبة للمتقين. فلا تفكر، لا تقلق، ما عليك إلا أن تفكر ما هو موقعي في الوقت الحالي. أما العاقبة فوعد إلهي وحتم رباني في قرآن يتلى: والعاقبة للمتقين. أجمع القوم على أن يحلقوه، لكن الذي في علم الله تعالى وفي خلق الله تبارك وتعالى وفي اللوح المحفوظ أن الله سيظهر إبراهيم وسيتمم دعوته، ثم يمنحه الولد، ومن عقب هذا الولد سيولد خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله. لن يتغير ما في الكتاب، لكن لا بد لك أن تعرف موقف الإجرام مقابل الحق. وصل إلى حالة أن ألقوه في النار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إن الذي خلق النار لقادر أن يسلب منها الإحراق. فما تأثر إبراهيم بذرة، وكان النصر والظفر له. وامشي إلى أنبياء آخرين. سيدنا نوح كان إذا اشتغل في السفينة سخروا منه، استخفوا بعقله: ما هذا الذي تصنع؟ لكن الله تعالى أهلك كل البسيطة، جميع أهل الأرض إلا نوح وأصحابه. امشي إلى أصحاب الأخدود، الدرس العميق الذي تأخذه من أصحاب الأخدود يوم قال الطفل الرضيع الذي نطق بإذن الله تعالى لأمه: اصبري، اثبتي، فإنك على الحق. فصبرت الأم ونزلت في النار. وليس من المهم أن تنجو الأم أو ينجو الطفل، ولكن المهم أن العاقبة للمتقين. فأظهر الله تعالى الإسلام، وكان سبب إسلام أولئك أهل الكثيرون، أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله تعالى. أما رسول الله، صلوا على رسول الله، أما الحبيب المصطفى عليه أشرف الصلاة والتسليم، فإن قريشا قد أبرمت أن تجمع بكل ما فيها لإيذائه ولإطفائه وإخماد دعوته، واخترعوا من جملة الأسلحة الحصار. فحاصرت قريش، وإن شئت فقل باللهجة المعاصرة شبيحة قريش، أقاموا الحصار على المؤمنين، أقاموا الحصار كاملا. والحصار بقي 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر، وجعلوا إذا بكى الطفل وسمعوا صوته هم أهل الحصار يشفقون على الأطفال وهم يتضاغون جوعا. حدثني عن النهاية: والعاقبة للمتقين. أدميت قدم المصطفى، ترك بيته، ترك ماله، ترك متاعه، ترك أملاكه بمكة، عذب أصحابه، ضرب عمار، أوذيت سمية، عذب ياسر. صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وإذا بنفحة إلهية تقول لبلال الذي كان يوضع الصخر على صدره: قم يا بلال وأعلنها مدونة.
فخرج بلال على ظهر الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر. بلال، نفسك أنت الذي كنت تعذب، نفس الشخص أنت أيها الشبيع في مكة، نفسك الذي كنت تعذب بلال تقف خاضعا مطرقا، فيقول لك القائد: ما تظنون أني فاعل بكم؟ بكل ذل: أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الفرقاء. هكذا يكون الثبات على العزيمة وعلى العقيدة، مهما جاءت المتلهمات ومهما جاء العذاب ومهما تفنن الأعداء فيك، فالعدو لا يمكن أن تتأمل فيه خيرا، والعاقبة للمتقين. أظهر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مكة رجوع الفاتحين بعد أن خرج منها وغير طريقه وترك عليا ينام في الفراش، وسلك طريقا جديدا ومشى وهو وأبو بكر مروا ليأخذوا شيئا من الزاد، فأرسلت قريش من يتتبعهم، أرسلت من يأتي برأسه بمئة ناقة، من الذي لحق بهم؟ إنه سراقة بن جعشم، سراقة بن جعشم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أدركه من بعيد، جعل أبو بكر يتلفت بين الفينة والأخرى ورسول الله صامد لا يتحرك متجه. درس بأنك لا تلتفت، بنيات الطريق لا تنتهي، لا تلتفت، امضي حيث أمرك الله. أخذ هذا الدرس سيدنا الصديق، قال: يا رسول الله إنه قد دنا منا. فدعا المصطفى عليه الصلاة والسلام عليه بدعوات قليلة: وإذ بسيقان الفرس تسيخ في الأرض. انتهرها، استنجد بالله بالعزة، لا أدري بآلهتي، استقسم بالأسلام، لا أدري بماذا. خرجت الأرجل، ركب مرة ثانية وأرادهم، ساخت مرة ثانية، أعطاهم الأمان والاطمئنان: لا أذيكم. طيب لا تؤذينا، أدنوا منا. ماذا تريد؟ يقول سراقة وهو على الكفر في ذاك الوقت: فأيقنت أن الله سيظهر نبيه على قريش، ماذا أستطيع أن أقدم من خدمة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابقى مكانك، إذا جاء أحد يتبعنا فحاول أن تعمي عنا الأخبار، قل لهم بالنسبة لهذا الطريق ما فيه أحد. بقي سائر النهار هكذا وقدم خدمة في الدعوة إلى الله، ربي لا ينساها لهذا الرجل. جاء اليوم الذي أسلم سراقة بن مالك. سراقة بن مالك من بني مدلج، سراقة بن مالك أعرابي، الأعراب باللغة المعاصرة نخبتاني، ليسوا كقريش أصحاب القرى أهل القرى، أعراب من البادية، بني مدلج، فرق كبير بين بني هاشم وبني مدلج، بني مدلج لا القبيلة يعتبر لها ولا الرجل يعتبر له ولا أحد يلتفت لهؤلاء. في تلك الحقبة يلتفت النبي الأعظم إلى سراقة: يا سراقة، وهو على الكفر: كأني بك وأنت تلبس سواري كسرى. فعلا خبر عجيب، سواري كسرى. تصور أنني الآن أخرج إلى الشارع فأرى الرجل الذي يمشي يبيع على بسطة بسيطة يسير عادية، فأقول له: كأني بك تسوق سيارة رئيس أمريكا. هو ما يحلم يسوق موتور مساعد أول في المخابرات الجوية؟ سيارة رئيس أمريكا، والله أخبار عجيبة. يا سراقة، كأني بك تلبس سواري كسرى. ذهبت الأيام والسنون وتوفي رسول الله وخلفه أبو بكر وجاء عمر،
ويحكي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن هذه الحادثة يقول: وجيء لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأموال كثيرة من العراق. العراق كل ما هو جهة العراق حتى إلى أن تصل إلى إيران إلى بلاد الفرس كلها، جاء بأموال كثيرة وذهب وزبرجد وياقوت، هكذا يصف الشافعي رحمه الله. فقال عمر بن الخطاب: لا أنام حتى أقسم، لا يكون تحت ظل سقف. يا أمير المؤمنين هون عليه، ضعوا في المسجد، وضعوه في المسجد وغطوه بجلد النعاج الغنم، غطوا الذهب، وجلس بعض الصحابة يحرسوا هذا الذهب والزبرجد والنفائس. فاليوم الثاني قام عمر بن الخطاب ومعه العباس ومعه عبد الرحمن بن عوف. اكشفوا السجاد، اكشفوا الأهر التي غطت اللواقيت، كشفوها. فلما نظر إليها عمر بكى رضي الله تعالى عنه. يقول له أحد الرجلين، إما العباس وإما عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، اليوم ليس يوم بكاء، إنما هو يوم فرح بنصر الله تعالى. فقال: ما كانت هذه الجواهر في قوم إلا جعل الله بأسهم بينهم، وأمسك بها يوزعها: خذ هذا، خذ هذا، خذ هذا، أعط هذا لفلان. فلما جاء بسواري كسرى: أين سراقة بن مالك؟ خذ يا سراقة. فلبس سراقة سواري كسرى فبلغت من يده إلى إبطه، وإنها لأيد فيها الحموشة وفيها الشعر، أيدي نحيلة خفيفة. تذكرت وعد المصطفى؟ كأني بك يا سراقة وأنت تلبس سوار كسرى. صدقت يا أبا القاسم، صلوا على رسول الله. الحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أقرب إلى عباده من حبل الوريد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأحرار والعبيد. اعلموا عباد الله أن الله وكل بكل إنسان ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدقت يا سراقة؟ صدقت يا سراقة؟ سراقة صدق قبل أن يرى الذهب. سراقة عنده من الإيمان بالله أكثر من الإيمان بالذهب، ويؤمن بوعد المصطفى أكثر مما يؤمن بزوال ملك كسرى. ولكن الحلم متى تحقق وصار على الأرض، وهؤلاء الشباب الذين يدرسون علم الإدارة يسمونها بالرؤية، يتكلم عن شيء بعيد مدى. متى تعلم هذا؟ ومتى سمع منه؟ لما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يتكلم بالرؤية في الإسلام، يقول لهم: سيصل هذا الإسلام إلى بيت كل حجر ومدر. كأني بك يا سراق وأنت تلبس سواري كسرى. قالوا: يا أمير المؤمنين. قال: إن الأيدي التي جلبت هذه اليواقيت والجواهر إلى هنا إنها لأيدي أمينة. عمر بن الخطاب يقول: فقال أحد الرجلين: بل أنت الأمير يا أمير المؤمنين، إنك أمير الله في الأرض، فلذلك لما عففت عفوا، ولو رتعت لرتعوا. قال: صدقت، أيدي أمينة تمسك بزمام الأمور، لا بد أن تأتي والعاقبة للمتقين. ضع خطين تحت هذه الكلمة. أتريد أن يجري الله تعالى النصر من غير سبب؟ هذا ما حصل لنبيه المصطفى. تريد نصرا من غير تقديم وتضحية؟ ما حصل للأنبياء. تريد ظفرا من غير تعب؟
الله يرحم شيوخنا كان يقول لنا صحن سلطة من غير تعب ما بيجي، لابد أن تنزل السوق وتشتري البندورة، طماطم، تشتري الآلة، تشتري الزيت، تشتري كذا، تأتي لتنظفها، لتغسلها، لترتبها، حتى تفرمها، تأكل معك نصف ساعة صحن سلطة واحد. تريد جنة عرض السماوات والأرض وتثبيت في الأرض وفخر بنصر الله وجنة ورضاء الله وأنت متكئ؟ تسألني أم الوليد جملا يمشي الهوينا ويجيء أولا، مستحيل. سرعة السيارة 20، مستحيل أن تصل إلى أضرع بعد ربع ساعة، يستحيل. تريد أن تصل؟ لابد من الأسباب التي توصلك. فما هي الأسباب التي قدمناها هنا يا الكرام؟ تنظرون إلى خيانة داعش والعلماء الذين تغتالهم، ورحم الله أخانا الشيخ خالد السيد رحمه الله، العلم، القائد، الداعية القائد، حج معنا قبل أيام قليلة، كنا معا في الحج. رجل إذا تكلم بكلمة وحق المجاهدين على الجهاد كأنه أسد هصور، فإذا رآك ذا قدر رأيته كأنه طير وديع. رحمك الله يا خالد، يوم كان لسانك أيام قوة النظام لا يفتر لرئيس المخابرات العسكري، وأنا أعرف قصصا في هذا سمعتها منه ومن غيره رحمه الله. طبعا داعش لا تكون بطلة إلا على هؤلاء. قال لي شخص: أنت تشكك بداعش أنهم عملاء؟ قلت لهم: ليسوا عملاء، أنا أجزم أنهم ليسوا عملاء، فقط عندي سؤال بريء. حلب الآن محاصرة، 60% من حدودها، من حدود خناصر إلى ما قرب دوار جندول، بيد داعش. من الذي يحاصر 60%؟ ليسوا عملاء، أهلنا يموتون في الداخل وليسوا عملاء. النظام يسيطر على 40، وجماعة البكر كانوا يسيطرون على جزء قليل، والباقي كله بيد داعش وليسوا عملاء. سبحان الخلاق، يغتالون خيرة القادة وخيرة العلماء وليسوا عملاء. ليست لهم جبهة مع النظام، جبهاتهم كلها مع أهل العلم ومع المحرر ومع الأبقياء ومع الأبرياء ومع الغلابة ومع الفقراء ومع الذين يحمون الحدود وليسوا عملاء. منظرهم يجلس في أحضان مخابرات أردنية وليسوا عملاء، ليسوا عملاء. وليس موضوعي عنهم، إنما موضوعي تقولون تكالبوا علينا، هم والنظام، الغرب، الشر. ليس المتأمل من عدوك أن يذللك ولا أن يعطيك ولا أن يطعمك ولا أن يسقيك، ليس هذا هو المتأمل. المتأمل منك أنت. اسمحوا لي إذا فتحت جرحا في دقيقة واحدة لإخواني وأحبابي الذين يعيشون معي الآن هنا. الكل شاطر الآن في الكلام على الفيسبوك، أين أنتم يا علماؤنا؟ أين أنتم أيها القادة؟ لماذا لا تتحدون؟ الجمعيات الإغاثية حرامية، فلان سرق، الائتلاف سيء، المجلس الوطني عميل، فلان. طيب وأنت ماذا فعلت؟ وأنت ماذا فعلت؟ لئن جاء اليوم الذي قال الله تعالى فيه لك وقفوهم إنهم مسؤولون، فماذا تقول لربك؟ بقي الناس يطيلون أنفسهم وألسنتهم في أعراض المجاهدين. لما اغتيل زهران علوش، الله يرحم زهران علوش، كان وكان. ومن أين تأتي بزهران علوش لتستسمح منه الآن؟ هل كنت شاهدا حقا على شيء خان الله ورسوله فيه؟ فماذا قدمنا ونحن هنا؟ هل اطلعت على الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا أن أخي لا يعمل وهذا لا يعمل وهذا جالس وهذا خائن وهذا عميل؟ هذا كله شأن الإنسان المريض الذي يختبئ وراء إصبعه، يريد أن يختبئ وراء إصبعه، يقول فلان خائن. وأنت ماذا؟ أنت ماذا صنعت وماذا قدمت؟ السؤال ليس لي، إنما السؤال يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألم يأتك رسولي فبلغك؟ بلى يا رب. وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ يا رب
كنت أتكلم بكلام أدعي به الحرقة من أجل أن أغطي عري العقل وتقصيري في العمل، فألوك لساني بعرض فلان وفلان وفلان وفلان، اذهبوا به إلى النار. تلك المحكمة القاضي فيها هو الشاهد تبارك وتعالى. فإذا كذب اللسان أخرسه الله وقال للجوارح انطقي. المشكلة في تلك المحكمة أن القاضي يعلم السر وأخفى. فماذا قدمنا؟ المطرب الفلاني الرافضي الذي دعم من جيبه الشخصي الفرق والميليشيات الشيعية يحضر إلى عنتاب، وشباب وصبايا عنتاب يحضرون عنده؟ معقول؟ هي قصة في المريخ ليست عندنا، لا علاقة. في عنتاب في المريخ، هنا بدنا نتكلم عن المريخ. بنات سوريا جالسات عم يشربوا الشيشة الأرجيلة في الشارع في المقاهي أمام الناس، طبعا ليست عندنا في عنتاب، هذه عنتاب المريخ. المرأة السورية، نعم توجد من المرأة السورية من حسنت حجابها وتعلمت من التركيات لباس الشرشف الأسود وتحجبت وتحسن وضعها. يوجد من شبابنا من تعلم بعض الأمور وثقف نفسه ودرب نفسه في تركيا وأخذ محاسن الأتراك. ويوجد من ذهب إلى المزابل وغير طريقته، وأصبحت ترى بعض النساء محجبات على مواقف ترامواي تشغل السيجارة، أصبحت ترى شبابا في الحدائق. فماذا قدمنا؟ هل يأتي النصر؟ هل يأتي النصر إلينا؟ بهذه الحال لا يأتي، لا بد من التضحية والثبات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ردنا إلى دينك يا ربي ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حصن نساءنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم نور دروبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور أسماعنا، نور أبصارنا، نور بيوتنا، اجعلنا من خدام القرآن العظيم، اجعلنا من خدام سنة حبيبك المصطفى يا الله. اللهم انزل بأسك ورجسك على الذين يضربون أولادنا وشبابنا وبناتنا في سوريا كل يوم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم انزل طائراتهم، اللهم أهلك شبابهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم وفق شبابنا المجاهدين لإعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وألف بين قلوبهم ووحد صفهم. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من يقول ذلك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. نصر على أعدائك المجرمين يا الله. إلهي نحن نجتمع في بيت من بيوتك، وخلفنا تركنا أخوات لنا في سجون النظام السوري وأخواتهم. اللهم يا رب العالمين فرج عن أخواتنا، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم. اللهم من أرادهم أن يمسهم بسوء من العذاب أو الضرب أو الاغتصاب مزقه شر ممزق يا الله. رب تركنا أخوانا لنا في السجون يعذبون، اللهم خفف الوطأة عنهم يا رب العالمين. اللهم بارك بطعام شبابنا، اللهم بارك ببلدهم، اللهم فك الحصار عنهم، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ألف كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى صلاتكم يرحمكم الله.